ماذا يعني الكتاب لنا كعراقيين؟ نسأل هذا السؤال للأستاذ ستار بعد الترحيب. حياك الله أستاذ ستار، أهلا بك في برنامج مع الناس. أهلا وسهلا بكم وبقناتكم وبرنامجكم والمشاهدين الكرام. حياك الله. الكتاب يشكل مصدر مهم من مصادر المعرفة على مدى التاريخ، والكتاب كما هو واضح أنه توثيق للفكرة، توثيق للتاريخ، توثيق لكل شيء. ولذلك اعتمد الكتاب كمصدر من مصادر مؤسسات تعليمية. طيب، هنا الكتاب في سنة 2023 مقبلين على 24، هل الكتاب نفسه ذاك القوة بذلك المحتوى بتلك النماذج القيمة عندما كانت في زمانات سابقة، أم الآن تغير اتجاه المحتوى الكتاب؟ طبعا هذا سؤالك يتضمن سؤال آخر يطرح بالشكل التالي: ما مصير الكتاب وما دور الكتاب في ظل هذا التطور الواسع والكبير في المجال الإلكتروني ووجود مواقع إلكترونية تروج للكتاب؟ الجواب هو كالتالي: أن الكتاب الورقي لا زال يحتفظ بأهميته ووجوده بالرغم من ذلك، ولذلك المكتبات في شارع المتنبي وفي بقية المدن العربية والعراقية والعالمية لا زال يتداول وتقام المعارض، وإحنا في سطور موجودين في 14 معرض عربي يقام في 14 مدينة عربية. حلو. بالرغم من أهمية الكتاب الإلكتروني، طيب، وإحنا دا نشتغل على الترويج إلكترونيا ودا نبيع من خلال مواقع الإلكترونية ومستمرين، ما نعرف ما يكون عليه مستقبل الكتاب. أنا أسألك